أنشطة عديدة ومستمرة ضمن وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب، وأكيد اهتمام كبير بدعم المبدعين والموهوبين بالأدب والكتابة والشعر. الخميس الماضي تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لجوائز الأعمال الأدبية والفنية المميزة لعام 2023 بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق، وأكيد كل هذا الشيء يعفف للنهوض بالثقافة والأدب أكثر وأكثر. وهلأ هايدي رح نستذكر كمان أسماء الفائزين، وفاز بجائزة عمر أبو ريشة للشعر الشاعر مفيد والسوف، وعن جائزة حنا مينا للرواية الكاتبة وجدان أبو محمود. أما عن جائزة سامي الدروبي للترجمة فكانت من نصيب عبير حمود، وفازت بجائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل ميادة سليمان. وأكيد للحديث بشكل موسع أكثر عن هذا الموضوع اليوم بصرنا أنه نستضيف الدكتورة ماجدة حمود، عضو لجنة التحكيم بالجوائز الأدبية للهيئة العامة السورية للكتب. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك بداية حطينا بالأجواء للمسابقة الأدبية والفنية كيف كانت، وخبرينا أكثر عن الجوائز والفائزين. الحقيقة الدعوة للجوائز مهمة جدا، كانت الوزارة حاولت دعم الإبداع وتحاول دائما دعم الإبداع، ورغم الظروف القاسية التي نعيشها وأنا أدرك كم كانت معاناة الوزارة من أجل دعم هذا المشروع الثقافي، الجوائز مهمة جدا، مهمة للشباب، مهمة للكهول والشيوخ أيضا، لأنه تشكل دعما ماديا ومعنويا وليس فقط في الجانب المادي. لو حسبنا الأمر من الناحية المادية فنحن من الخاسرين فعلا، لأنه القيمة ليست بالمادة. أكيد. الحقيقة نحن في جوائز خاصة في هذه المرحلة تشكل دعما كبيرا نفسيا ومعنويا للمبدع. لاحظت مثلا حدث سعيد كان بالنسبة للشباب وبالنسبة للكبار من لهم خبرة في التجربة الإبداعية ويبحثون عن اعتراف، ولا السعيد أو الملفت للنظر في هذه الجوائز أنه فوز كثير من العنصر النسائي فيها، وهذا دليل أن المرأة في سوريا بدأت تشق طريقها نحو إبداع أصيل، ويحتاج بصراحة أي مجال سواء كانت الرواية، القصة، الترجمة، تحتاج إلى جهد كبير ومخلص للتميز. الآن لو سألنا عن أهمية هذه الجوائز فهي أولا تشكل نوعا من الاعتراف الخارجي، المبدع يعترف بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه بقدرته، لكن يريد للمتلقي الخارجي أن يعترف بجهده، وتشكل الجوائز نوعا من هذا الاعتراف. لذلك كل منا يبحث في لحظة ما عن يد تسنده، الجائزة هي يد معنوية تسند المبدع، وكلنا بحاجة في لحظة ما إلى هذه اليد. أهمية إذن الفائزين، بالنسبة للفائزين هي الاعتراف، الدعم المعنوي، النشر، الانتشار، هذا مهم جداً، والوزارة لا تقصر في هذا المجال. فإذا كان هناك تقصير فالتقصير من ناحية المادية والظروف القاسية تلزم الوزارة على أن يكون المبلغ ضئيلاً. كنت أتمنى لو يكون هناك نوع من الدعم من الشركات الأجنبية، من القطاع الخاص في بلادنا أن تدعم الثقافة. أكيد. الثقافة في مجالنا اليوم هي أحد وسائل الإنقاذ في لواقعنا الصعب. أكثر الشباب اليوم أو أكثر المبدعين يرحلون عن سوريا بسبب الضغط المادي. صحيح. وهم بحاجة إلى دعم. الدعم يأتي من القطاع العام. هلأ الجوائز
من يقترحها في سوريا؟ قطاع العام. قلما نجد قطاع خاص يفكر بالجوائز. صحيح. فنحن بحاجة إلى دعم الجانب الآخر هو القطاع الخاص. يعني يا دكتورة ماجدة اليوم حكينا مواهب ومبدعين ومبدعات كان أكثر شيء جوائز من حظ العنصر الأنثوي اليوم. خلينا نحكي شو هي المعايير اللي كانت يلي اعتمدتها كمان لجنة التحكيم. أول شيء في اختيار المحكمين، نحن بحاجة إلى اختيار محكمين يملكون أدوات الثقافة والمعرفة التي تجعل حكمهم أقرب للموضوعية. طبعا في الأدب بالمطلق ما في موضوعية، لكن في مقاييس نحتكم إليها تقربنا من الموضوعية. ومن يعمل في مجال الأكاديمية والتدريس والترجمة يعني لديه خبرة هو أقدر الناس على التحكيم الموضوعي. في أذواق لا أنكر ذلك، في مجال القصة والرواية في اختلاف بالذوق، لكن ثمة معايير عامة معترف بها في الجوائز وفي تلقي الأدب بشكل عام. يعني أنا أقرأ رواية أحس بمستوى معين تخاطب ضميري، تخاطب خيالي، تخاطب إحساسي بلغة سليمة. المعايير الأساسية موجودة أو يجب أن تتواجد لدى محكمين عدول، يعني تحكم الأهواء في عمر معين ممكن، لكن في عمر الكهولة وما بعد الكهولة تتحكم الموضوعية أكثر. فلذلك كان المحكمون في نظري يعني أقرب للموضوعية، لأنهم لديهم خبرة، لديهم علم، ولديهم أيضا إحساس وذوق في مجال الأدب أو حتى خبرة في مجال الترجمة. تمام دكتورة، يعني خلينا حضرتك اليوم ضمن لجنة التحكيم كنا عم نحكي عن الأسس أو المعايير الموضوعية اللي بيتم اليوم على أساسها اختيار الفائزين. طيب خلينا نحكي في عدد معين كان للمشاركين، كيف كانت سويتهم المواضيع أو النصوص اللي قدموها هدول المشاركين، شو كانت أكثرها؟ هلأ هم الوطن. بصراحة أنا لاحظت بالنسبة للقصة هم الوطن، هم قضايا وطنية، هم الإنسان في هذا الوطن، معاناته من عدم تأمين لقمة عيشه أو من معاناة المرأة بالتحديد كان لها حضور في عدد النصوص. يعني أنا قرأت مثلا في مجال القصة القصيرة لاحظت هم المرأة كان حاضرا بشكل واضح في القصص. طبعا المقاييس الموضوعية في القصة، حين أقرأ مثلا قصة قصيرة أول شيء يجب أن تشوقني، أن تجذبني بخيالها، بلغتها السليمة أيضا. يعني أنا التشويق عندي والخيال مهم بقدر ما نقدم لغة سليمة. صحيح. بقدر ما نأتي لفن حساس كالقصة القصيرة ونقدمه بأقصر قدر ممكن من الكلمات. التكثيف اللغوي في الإبداع عامة حتى الرواية، صحيح هي الرواية فن التفاصيل الموحية، التفاصيل الموحية تحتاج إلى كثافة أيضا. لذلك نحن بحاجة إلى تصور إبداعي يرقى بالمستوى، مستوى الوعي، مستوى الإحساس، مستوى الخيال، كل ذلك لا يمكن أن يصل إلا عن طريق اللغة. ما ألمني حقا أن بعض المبدعين أو الذين يطمحون إلى أن يكونوا ربما كانوا شبابا وهذا حقهم في البداية يخطئون، لاحظت أنهم يعانون من ضعف باللغة. صحيح. كنت أتساءل بيني وبين نفسي كيف يجرؤ مبدع على أن يكتب بلغة، يعني عنده طموح ويكتب بلغة غير سليمة. طيب شو السبب؟ سبب في عنا ضعف باللغة، ضعف باللغة هو ضعف بالثقافة، السطحية بالتفكير
مردها للثقافة. يمكن دكتورة أوقات بنلاقي كثير أشخاص عندهم ثقافة ولكن اللغة عندهم بتكون كمان ضعيفين فيها، مثل ما تفضلتي حضرتك. خلينا نحكي على هي الحركة اللي عم نسوها، توزيع الجوائز والتطوير من مهام المشاركين وإبداعهم، لأي درجة شجعت حركة التأليف والنشر والطباعة كمان؟ يعني كل ما أتمنى أن تكون هذه الجوائز دافع، أن تكون هذه الجوائز نعمة وليست نقمة. بمعنى نعمة تدفع الشاب ليبدأ أكثر. يعني أنا أخذت جائزة معنى ذلك أنني أتحمل مسؤولية أكبر من قبل، أن أحمل اسم أو استحقاق هذه الجائزة. الاستحقاق لن يكون أمرا بسيطا، أن أحافظ على هذا المستوى. لذلك نجد كثير من المبدعين بعد نوبل يصمتون أو لا يتجرؤون على الكتابة، لأنهم يريدون أن يحافظوا على مستوى أرقى. لا نقف الوقوف، تراجع بالإبداع. أي توقف هو تراجع. الإبداع سواء كان بالكتابة أو الترجمة، الاستمرار هو في أن نضيف شيئا، أن نضيف من ناحية الخبرة. الخبرة ليست على صعيد المخيلة أو التجارب، وإنما أيضا على صعيد اللغة الإبداعية. أكيد هاي المسابقات كل عام. إذن فقط أريد أن أشير على قضية النقمة، إنه أنا أخاف الآن مثلا حجبنا جائزة القصة القصيرة، كل ما يؤلمني أو يؤرقني أن نجد بعض الشباب يحبط لأنه لم يفوز. هذه تجربة عليك أن تضيفها إلى مخزونك، وتكون يعني عدم الفوز نوع من التحدي. أكيد أتمنى أن لا تكون يعني يكون حجب هذه الجوائز نوعا من النقمة. صحيح، وأوقات الشخص ما بينجح إلا إذا فشل، لهيك الفشل ضروري لحتى نتعلم كيف ننجح. كثير هلا كثير من المبدعين في البداية فشلوا ولم يجدوا ناشرا ينشر لهم روايتهم الأولى، ثم يعني بحثوا وبحثوا ولم ييأسوا وطوروا أدواتهم. تطوير الأدوات، هلا اللغة تتطور بالتجارب بعدة يعني نصوص، أما أن نكتب نصا ونكتفي أو نيأس إذا لم نفوز بالجائزة فهذا ضعف، ضعف بشخصية المبدع، ضعف بقدرته على عدم التحدي. ونحن بحاجة إلى في هذا الوقت، طبعا أنا أقبل بكل من قدم لأنه فعلا يتحدى ظروفا قاسية. كل من تقدم للجائزة فاز أو لم يفز هو تحدى ظرفه الصعب، و هذا الضرب دفعه لأن يكتب ويحلم. كل ما أتمناه أن لا يحبط، أن يستمر بالحلم لأنه الأيام قادمة وإن شاء الله سيفوز. تمام، يعني عم نحكي هاي المسابقات المتعلقة بالأعمال الأدبية والفنية عم تقام كل عام. نعم. خلينا نحكي يعني اليوم شو فرقت عن المسابقات بالسنوات الماضية؟ كان في جديد أضفتوه اليوم بهي المسابقات أم كان في إنقاص لشيء معين ما قدرتوا تطبقوه هاي السنة؟ كان في غياب للقصة القصيرة الموجهة للكبار يعني غابت فترة طويلة عن الهيئة مسابقة القصة القصيرة. تمام. وهذا العام اقترحت من جديد، اقترحت وتقدم إلى القصة القصيرة عدد لا بأس به، يعني فوق 40 نص. لا أقول كلها سيئة أو رديئة، لكن مقاييس أذواق، مقاييس القصة القصيرة حساسة جدا، هذا الفن مثل الشعر، لذلك يخطئون فيضعون مقاييس الرواية على مقاييس القصة فتضيع القصة القصيرة. صحيح. فاليوم يعني أنا الإنجاز الحقيقي أنه لفتنا النظر إلى أهمية هذا الفن وكيف يغفل، يعني نهمله، ووسائل التواصل الاجتماعي أساءت إليه. لأنه أي إنسان يستطيع اليوم أن يكتب قصة ويجد قراء ومعجبين له، ومع الأسف لا يكون على مستوى لا لغوي ولا جمالي. معيار الأساسي للتحكيم هو جمالي، تشويق، الجمال والتشويق لن يكون دون لغة سليمة. دكتورة خلينا نركز على هدول الأشخاص يلي ما ألقوا حتفهم بالإبداع ولا لقوا دعم ولا لقوا حتى ممكن طباعات لمنشوراتهم أو كتاباتهم.
خلينا ننصح نصيحة مهمة لكل الشباب المبدعين اليوم حتى ما ييأسوا أو ما ينطفي هذا الشغف فيهم أو ما يحسوا حالهم أنه من أول محاولة فاشلة لهم أنه تسكر الطريق بوشهم. نصيحة لهيك تقوي معنوياتهم لحتى يستمروا بالإبداع. أي استمرار هو تحدي لا يمكن أن نتكل على ظروفنا، الظروف القاسية التي نعيشها جميعا اليوم في سوريا وربما في خارج سوريا في معاناة اليوم. أصلاً المعاناة تولد إبداعاً، الألم العظيم كما يقول موباسان يولد إبداعاً عظيماً. لن نجد أبداً مبدعاً لا يعاني من أزمة كبرى. شباب وغير الشباب أنصحهم بأن يستمروا، أن يطوروا أنفسهم كل يوم، يجعلها من هذا اليوم مناسبة لتطوير الحياة بشكل عام والكتابة من بين هذه الحياة. تمام دكتورة ماجدة، سريعا بالختام، يعني الأشخاص يلي ما حالفون الحظ وما فازوا بهي المسابقة بيقدروا يسجلوا بالسنوات الجاية؟ طبعا الباب مفتوح. تمام. هلأ أغلق لمن فاز. تمام. وفتح لمن لم يفز، فهم كثر أمامهم الأيام القادمة. كل ما أتمنى أن لا يتوقفوا عن الكتابة، فالقلم إن توقف أصيب بالصدع. أكيد. والروح أيضا معه، نحن نصدع حين لا نحلم. الجائزة حلو، نصدع أرواحنا حين لا نحلم، وكلنا مدعو للحلم والكتابة. أكيد. بالختام بدنا نتشكر حضرتك الدكتورة ماجدة حمود، عضو لجنة التحكيم بالجوائز الأدبية للهيئة العامة السورية للكتاب، وإن شاء الله هيك يا رب المزيد من التألق والنجاح لكل المبدعين إن شاء الله. أكيد. شكرا لك دكتورة، ودائما نحن بالثقافة والأدب والفكر بنرتقي. أهلا وسهلا فيكي.